اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج الستة المتمردة على العادات والتقاليد والتي لا يهمها رأي الآخرين بها. هل أنت شخص ميال لإنجاز أمورك بنفس الطريقة التي يسير بها الآخرون أمورهم؟ أم أنك تفضل القيام بالأمور على طريقتك الخاصة؟ إذا كنت تسير وفق معاييرك الخاصة، إذن أنت قد تنتمي إلى أحد الأبراج المتمردة وفقاً لعلم الفلك. هذه الأبراج فريدة من نوعها، ولا تقبل أبداً أن تكون نسخة كربونية من أي شخص آخر. لا تهتم للقواعد التي يفرضها أي شخص آخر، وأكثر ما يهمها هو أن تكون على ما هي عليه دون أي قيود أو معوقات. مواليد هذه الأبراج يميلون دائما إلى التفكير بشكل خارج عن المألوف، وأي قيود قد تواجههم يميلون إلى تجاهلها. الأبراج المتمردة هي أبراج مبدعة ومبتكرة، أصحابها يفعلون ما يريدون لكن بطريقتهم الخاصة حتى لو لم تكن تلك الطريقة سهلة. إنهم مستقلون ويرفضون الاعتماد على آراء أو دعم الآخرين، وأحيانا يسلكون مسارات لم تتم تجربتها من قبل. من هي هذه الأبراج الستة المتمردة وكيف تتعامل مع الآخرين؟ تعالوا نكتشف ذلك بحسب ما يقوله لنا عالم الفلك. تابعوا معنا. البرج الأول على قائمة الأبراج المتمردة برج الدلو. يشتهر مواليد برج الدلو بالتمرد وبأنهم يقومون بما يحلو لهم. هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم لأنهم مشهورون بالتفكير المتميز. مواليد برج الدلو اعتادوا على أن يكونوا معتمدين على ذاتهم وأن يسلكوا الطرقات التي لم يعتد أحد على سلوكها قبلهم. يرغب مولود الدلو في التميز ولا يحب أن يكتفي باتباع الآخرين وفعل ما يفعلونه. مواليد هذا البرج مبدعون، لذلك فهم يبتكرون في اختيار المسارات الجديدة التي يمكن للآخرين اتباعها من بعدهم. البرج الثاني على قائمة الأبراج المتمردة برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء منفتحون على أفكار وآراء الجميع. هم ليسوا منغلقين على أنفسهم أو أفكارهم ولا يحجبونها عن العالم. مواليد هذا البرج يرغبون في التعلم والتوسع بمعارفهم، وهم يستمتعون بالتغيير وتجريب الأساليب الجديدة غير المجربة. آخر ما يرغب به مولود برج الجوزاء هو الأمور البسيطة المملة، فهو متقبل للغير وقادر على التكيف، ولا يريد أن تكون تصرفاته وأفكاره قابلة للتنبؤ بها. مولود هذا البرج لن يقبل بتسيير شؤونه وفق مبدأ أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور، لأنه قادر على التمرد على هذا المسار وابتكار مساراته الخاصة في تنفيذ أموره وتسيير شؤون حياته.
البرج الثالث على قائمة الأبراج المتمردة برج العقرب. مواليد برج العقرب أذكياء وللغاية، إنهم يعرفون كيف يسخرون أعمالهم الفريدة من نوعها لمصلحتهم. يعرف مواليد هذا البرج أنهم مختلفون ولا يحاولون إخفاء ذلك، بدلا من ذلك يحاولون الإضاءة على أنفسهم وإظهارها. ولأن مواليد برج العقرب يعبرون عن نفسهم بصدق يجدهم الناس رائعين، لديهم هذا الشيء الذي لا يمكن وصفه والذي يخدع الآخرين، ويستخدمه مولود العقرب لمصلحته. في جوهر الأمر يعرف مواليد هذا البرج أن الأشياء الفريدة هي التي تميزهم عن الناس، وهي التي تجعلهم مثيرين للاهتمام. البرج الرابع على قائمة الأبراج المتمردة برج الحمل. لا يهتم معظم مواليد برج الحمل بالوضع من حولهم، لأنهم دائما سيعيشون حياتهم وفقا لشروطهم الخاصة. هم لا يخافون من التحدث علنا، حتى عندما يكون كل من يحيط بهم ضدهم، ولن يتوقفوا عن فعل شيء فقط لأن أحدهم أخبرهم أنه لا ينبغي عليهم فعل ذلك. يعرف مولود برج الحمل مدى أهمية متابعته لأموره التي يعتبرها شغفا خاصا به، بغض النظر عما إذا كان الجميع يعتقد أنه من الحماقة القيام بذلك. مواليد هذا البرج يتخذون قراراتهم بأنفسهم، ولا يفعلون أشياء لمجرد أن أهلهم فعلوا ذلك. البرج الخامس على قائمة الأبراج المتمردة برج الحوت. برج الحوت هو أحد أنواع الأبراج المتمردة الذي يعطي قبل أن يأخذ. إن مواليده بطبيعتهم يميلون لأن يكونوا غير أنانيين ويساعدون الآخرين دائما. إذا كان هذا يعني أن المردود ليس على قدر العطاء غالب الأحيان، فلا بأس لديهم بذلك. مواليد برج الحوت يرون العالم بشكل مختلف عن معظم الناس، لأنهم مبدعون وخلاقون. إنهم يضيفون السحر للعالم، ولن يكونوا قادرين على فعل ذلك إذا ما اكتفوا بفعل ما يفعله الجميع. البرج الأخير على قائمة الأبراج المتمردة برج القوس. مواليد برج القوس متمردون بالطريقة التي يعيشون بها حياتهم. إنهم لا يفعلون الأشياء فقط لأن هذا ما يفعله الجميع، بل هم يتجنبون أي شيء من شأنه أن يقيد حياتهم بأي شكل من الأشكال. مواليد برج القوس يتوقون للحرية والاستقلال، ولا يحبون أن يشعروا بأنهم مجبرين أن يكونوا شخصا آخر غير الذي هم عليه حقيقة، فقط لإرضاء الآخرين. عندما يحددون الأهداف لحياتهم فهم يخططون بشكل غير واقعي، مما يجعل تحقيقها أمرا غاية في الصعوبة. في بعض الأحيان لا تحقق هذه الأهداف غير الواقعية أي نجاح، لكن بدون أن يحدث ذلك أي ضرر لهم. ومع ذلك عندما يصل مواليد برج القوس إلى تلك الأهداف التي يتعذر الوصول إليها، فيغدو الأمر أمرا لا يصدق ويعد نصرا لهم. مواليد برج القوس ليسوا خائفين مما قد يفكر فيه المجتمع. كانت هذه هي جولتنا من قناة رويش تي في مع الأبراج الستة المتمردة على العادات والتقاليد التي لا يهمها رأي الآخرين بها، بل تسير في حياتها
وفق خطاها الخاصة ونمط تفكيرها. اكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم بهذه الأبراج، وهل تنتمون إلى واحد منها؟ هل ما يقوله الفلك عنها صحيح أم أن صفاتها مختلفة عن ذلك؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.